كيديروا ما بغاو اخويا فداك الناس كيكونوا خارجين من الكباريات كيكونوا خارجين من داك الشيء كيكونوا سكرانين كتلقاو لهم اخويا فرقه الدراجه راه شدتهم دابا ودابا اخويا هذا مجلس المدينه هو اللي مكلفين بهادشي ديال الاناره راه حشومه وعيب وعار بحال هاد الزناق هادي بقاو مظلمين بحال هكا والناس دايره ما بغات السرقه اخويا عشان نقول لك راه السرقه بزاف اخويا فهاد الثلاث ايام ديال الضو طافي بزاف البرانس زنقتنا صونا شهر عند الخميس بزاف اخويا التامسوا اخويا من المسؤولين انا ما يديروا هاد الحل هاد الاناره باش تكون رؤيه مزيانه وتكون شحال من حاجه مزيانه.